البطانه المهاجره. وديت بقت صداع عند الناس البطانه المهاجره. احنا قلنا من الاسباب السابقه اللي هي الاورام الليفيه، وقلنا التكيس المبيضين. نعم. البطانه المهاجره من اسباب اللي بتقلل جدا 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 نسبه النتائج. وان كان في بعض في المراكز المحترمه نسبه نجاح لا تتاثر لانه بيعدوها اعداد جيد جدا. البطانه المهاجره مشكلتها ان هو خلل موجود في المبيض، الخلل ده خلل مناعي بيحدث فيه عمليه كيميائيه وحرب شديده بين الجسم وبين هذه البطانه المهاجره، مما يؤدي الى بيئه غير صالحه تماما لنمو البويضات. يعني البويضات اللي بتخرج من واحده ست عندها بطانه مهاجره بويضات فاسده. يعني البطانه المهاجره دي خطيره جدا، خطيره بتبوظ البيئه اللي عايش فيها البويضات. وبالتالي عشان تبدا عمليه حقن مجهري لابد من القضاء على هذه الحرب الكيميائيه اللي موجوده في منطقه المبيضين. ده ليه؟ علشان البويضه اللي تنتج دلوقتي تنتج في بيئه سليمه. نعم. يعني احنا عندنا مواد بتفرز في المبيض، المواد دي بتخلي البويضه تطلع سيئه جدا. لو انا قضيت على هذه المواد في فتره لا تقل عن شهرين ثلاثه قبل العمليه، قبل ما ابدا اجراءات العمليه لازم ادي العيانه علاج معين لمده شهرين ثلاثه عشان اخلي العمليه دي واقفه. وبالتالي البيض لما ينتج في بيئه سليمه يديني بويضه جيده لا فرق بينها وبين المريضه اللي ما عندهاش بطانه مهاجره. يبقى انا حولت العيانه دي من مريضه بطانه مهاجره الى مريضه طبيعيه. برغم ان البطانه المهاجره موجوده. موجوده بالعلاج. سواء شهر او اثنين او ثلاثه. يبقى العيانه اللي بالشكل ده لابد انها تحضر جيدا. في فتره لا تقل عن شهرين ثلاثه قبل اجراء العمليه. اتحضرت بقى البويضات طالعه صالحه. ونسبة الحمل بتاعها طبيعية تماما زيها زي اي ست سنه 25 سنة. يبقى من اسباب الفشل البطانة المهاجرة ان لم تحضر جيدا.